جايز رجعت لكم بفلوكي ستيت تخبركم انه اليوم عندنا مباراة بينونة ولافال، حتكون لأول مرة على ملعب نادي بينونة الرياضي الجديد. خليكم مع احمد تشوفوا اجواء ما قبل المباراة. توقع انكم فايزين ان شاء الله. نقول 2-0. كنا قاعد نقول 2-0 مولا. انت الكابتن تبع المباراه، انت الوحش، انت الاسطوره. ما عليك يا مولا، ان شاء الله بالتوفيق، والله يوفقكم ويفوز لكم ان شاء الله. اولي براذر جود. كم النتيجه ان شاء الله؟ يفوز لنا اخوي اليوم ان شاء الله. انت كم الفوز؟ كم النتيجه؟ النتيجه والله شوف قدر ما نستطيع على 5 ان شاء الله. ان شاء الله انت صافا بعد عليا الكاميرا شويه ان شاء الله. شو اسالني الجو. كم النتيجه ان شاء الله؟ اليوم ان شاء الله نفوز نجيز الله وعلا، بس اتوقع اها 4-2. مهدي بناني 13 في انستغرام تاعي ديفوني. سمعني شو ها؟ انترفيو؟ بجيبه هي. توقع كم كم توقع؟ ان شاء الله 13. ان شاء الله. وين تدي ان شاء الله؟ وين تدي؟ 3-0. كم؟ هاو ار يو؟ تدي فور بينونة. اوكي؟ ايه برادر هاو ار يو؟ ايه هاو ار يو جود؟ جون انت ليش نايم هيك؟ ها؟ اوكي جون يا سلام. السلام عليكم. بالتوفيق للجميع، شرفتونا ونورتونا، والله يوفقكم يعطيكم العافية. بعد ما شفتوا أجواء ما قبل المباراة وشفتوا نفسية الشباب وتوقعاتهم، هنخليكم هلأ مع المباراة. توفيق يا مولا.
خلص الشوط الأول بنتيجة 0-0، خليكم معنا لنشوف النتائج آخر المباراة. وصلهم إياها زي ما توصلوا. ماش ما سويت شيء، انا قاعد اقول لك الحين حتى على الكفر. لا هو قاعد يقول لي على شغله ثانيه، قاعد يقول لي مش قاعد يقول لي على انه شنو ما قاعد ما في جناح قاعد ينزل معاه ولا يسوي معاه فوق فوق دقيقه عبود. ما انتهى من ناحيه مستوى، ماشيين صح 100%. بس شو عم تفعل الفعل داخل الملعب؟ قول بصوت عالي، صوت عالي. اختم معاكم فلوق اليوم مع كابتن محمد مولى، الفريق الاول لنادي بينونة. شو تقان توقعاتك قبل المباراة؟ اخي توقعاتنا قبل المباراة كان احنا مركزين، والفرق للابناء مش سهل، كمل والضارب على الصعود، بس احنا كنا مركزين ومتحمسين وكان لازم نفوز هاي المباراة، والحمد لله كسبنا المباراة، وان شاء الله نشوف المباريات الثانية. واجهت صعوبات في الملعب؟ هو كان شوية صعوبات، الحكم شوية كان مقصر حقنا، في كان ضربة جزاء بس مش حسبنا، بس الله انصفنا وفزنا في آخر المباراة. شو توقعاتك؟ شو حابة تقدم نادي بينونة إن شاء الله لقدام؟ هو نادي بينونة بيجي مش فارق بس عادي بالنسبة لي، وإحنا طموحاتنا الصعود إن شاء الله، إحنا قبل سنتين كنا بننافس على الصعود بس الله ما كتبش، بس هاي السنة إن شاء الله إحنا مركزين كتير والشباب كمان تحياتهم ومع الإدارة ومضحين معنا كمان، إن شاء الله نسعد. ألف مبروك على الفوز. بس أنا صورتك مرة كرة اللاعبين قبليها قبل المباراة، قلت لك كم توقع النتيجة؟ قلت لك 1-0 والنتيجة خلصت في 1-0. شو كان شعورك في هالشيء؟ الحمد لله ربنا انصفنا، وإحنا الأسبوع كنا بنتمنى بجدية وكله تعب الأسبوع، بس إن شاء الله انصفنا ونتمنى الصعود يا رب. إن شاء الله الله يوفقك. توفيق نادي بينونة. شكرا. ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا فولو على الانستغرام وتيك توك.